تما ديال لي فلوغ اللي درت ديال التحضيرات الرمضانيه. لوكا حسو ديما لوكا كيجبني في لي فيديو التحضيرات الرمضانيه. ان شاء الله غادي نكمل الصراحه. دابا جيت في هذا الوقت كنكون ديجا خملت قديت كلشي مرتب من هذا العام صراحه. مازال ما درت والو تقريبا. داكشي اللي درت معكم في لي فيديو هو اللي جوست كمان هو اللي درت. اهم حاجه اللي خصني نقاد هي البلاكار ديال المواد الغذائيه. كما عارفه البلاكار ديال المواد الغذائيه كيتقلب الى جبتي غير شي حاجه سورتو الى ما كانش عندك لسباس الاماكن المكان زعما داكشي مقاد كيفاش تحطيه. هذا هو المشكل ديالي. عندي المونك عندي نقص في دوك الحديدات اللي لاصقين. يلاه مشيت شريتهم البارح. شريت جوج ولكن جوج هم جاو كبار خصني باقي نقطعهم. ما لقيتش السايز المناسب وما لقيتش مجوره. مهم عندي دابا غنوريكم لو كوتي كيفاش داير. غادي تشوفوا واحد لو بورديل لا يصور حيت لوكا ملي كنسال باب محلول كينقص وكيطيح كلشي. فعندي فريمون روينه. انا غادي نحاول اليوم نبدا بالتنظيف ديال هاد البلاكار انني نيطويه باش نيت نشوف شنو الماكولات شنو المواد الغذائيه اللي عندي وشنو المواد الغذائيه اللي ناقصني باش نمشي نتقداها. اول حاجه كنت خرجت الصباح مع 8 كان عندي واحد الشغل نقضي. يلا دخلت للدار دابا العشرة وغادي نفطر بطبيعه الحال حيت ما فطرتش في الزنقه. ما نكذبش عليكم طلعت لي فراسي ما كلت الزنقه بلو كابابل عشي ديك لا روتين كرواسون شوكولاتين. نو 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 غادي نفطر هنايا في الدار وغادي نوريكم واحد الملويات كنشريهم ديال الهنود كيداروا في جوج دقائق في الفران دان وجدوا ونوجدوا معاهم كويس ديال اتاي. Ça c'est pour toi. Bismillah. صراحة ساغوت با وي مامي ساغوت با طرو الملوي ولكن بنين. عندي هنايا تو سكي عسل سيرو ديرابل العسل اللوز ما عرفتش شنو سميت هذاك ان توكا طحيني شاريه جوج ان توكا. هنا تو سكي زعما داكشي اللي كنستعمل. هنا تو سكي العدس اتاي سيريال. بون هنا نورمالمون تو سكي لي بات لو ري لو تي. هنا تو سكي هادو جادور جو سي با واش كيعجبكم ولا لا. هادو انا جادور كناكلهم مع لي سوك ولا مع نديرهم مع السوشي.
هذا حتى هو سي دو ميال، مي نقدر نحطو نحط ميال فوق الميال، نقدر نحطو بهاد لا مانيير. فوالا جو غادي نكمل هاد الشيء واقيلا كامل هكا. هنا عندي كينوا، غنديرها هي الكبيره تما. عندي ابري هذا فيه لي سيريال، غادي نبداتي. عندي العدس كنفطر بهم. القرقع غادي نحطو هنا، ديها التمر الوغ، غادي نزيد عليها التمر الاخر وغادي نحطها. لوكا يلا غادي تقولوا لي بلاتي 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 كيفاش بدلتي حوايجك؟ ما كنتيش لابسه هادشي ملي كنتي كديري الميناج. وي عرفتوا البارح منين بديت ديك الروينه وجبت كلشي، جاني واحد لابيل تري اورجون وخرجت، كان عندي شحال من حاجه نقضيها. تمايش دخلت للدار، دخلت للدار مع 10 ونص ديال الليل ونعست مع 3 ديال الصباح. حيت تيلمون الروينه اللي كانت فبوفي با ايماجيني، اي ما صورتش لحقاش. دخلت فات دي ومنين شت ديك الروينه قدامي بهذيك الطريقه، كان الحل الوحيد هو انني نطفي التليفون، نطفي الكاميرا، نطفي كلشي و نتكونسونطرا 100% على ديك الروينه. فوالا الريزولتا فينال ديال البلاكار. هنا الفوق جمعت كاع داكشي اللي فيه الطون، المايس، صوص طوماط، هذا الحار، المهم هادشي لي لي كومبوط ولا لي في لي بواط كيكونوا اكسترا. اي هنايا درت سكي العسل، هادي واحد الخلطه ديال الكرموس. المهم انا توسكي ليكيد، زيت البلديه، البيغ داراشيد، عندي كلكو ستوك اللي بقاو لي تما. هنايا جو سي شنو عندي. اي درت غير هادي، غير حطيتها باش تعطينا شويه، باش تعطينا شويه ديال الخضوره في البلاكار. وهاد ليطاجير هو اللي درت فيه القطاني، اللوبيا، الفول، الكينوا، العدس، لي سيريال. صراحه خصني نجبدهم من القدام. هنا لو ميلونج ديال الكريب، تو سكي داكشي اللي فيه طحين السميده، هنا شويه ديال اللوز والكركاع داكشي مخلط. المهم درتهم هنا، والسكر في هادو كيفاش جاوا مرتبين. اي هذا شويه مخربق الصراحه، ولكن حيت ما غاديش نحتاجو بزاف. لي سيريال هنا دايره لي بات، وهاد لي دو دايره، هذا فيه لو ري نورمال وهذا لو ري ميلونج. هنا عندي اللورش روز، الكينوا، هذا سي البلوي، اي لو تي. ودايره بطبيعه الحال هنايا لو تي ديالي، تختار لو تي اللي بغيتي، كيبقى جامع لي ساشي وكنخفف لي بواط. هنا درت هادو فوي ديال الري، اي هنا درت البصله ولي ليغوم. هنا خديت هاد لي تيغوا من ايكيا، اي درت هاد لو بيتي باني باش نعاون به. درت فيه باغ اكزومبل هنا التمر معمر، هنا التمر ناشف، هنا حاطه غير كلكو فروي، لو تي، لي ليموناد، اي واحد البيسكوي. وهنايا لتحت مهم مازال هذا درتو غير في الصراحه قريب للبلاكار، الا احتاجيت شي حاجه بالطبيعه الحال ما غنخليهش هنايا، غنبدل ليه البلاصه. مي جمع ليا هادوك لي بوتي، اي فوالا الريزولتا فينال ديال البلاكار. جيسبر نكون عطيتكم فكره على كيفاش ترتبوا، شنو ديروا باش ترتبوا، ونكون عاونتكم. وعجبكم لا فيديو، يتهلاو فراسكم.